بمناسبة اليوم العالمي للدماغ نظم بكلية الطب في جامعة صنعاء اليوم اللقاء التوعوي الثقافي الفني للتذكير بأهمية مخاطر وأسباب ومعالجات والوقاية من أمراض الدماغ. وفي هذا اليوم الذي نظمته الجمعية اليمنية للعلوم العصبية بحضور وزير الصحة العامة والسكان أحمد قاسم العنسي وممثل منظمة الصحة العالمية في صنعاء وعدد من المختصين والأكاديميين والطلاب والباحثين في الفعالية ألقيت العديد من الكلمات ركزت في مجملها على أهمية توعية الإنسان بمخاطر مرض الدماغ وكيفية الوقاية منه وأساليب العلاج.